مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. إن الحيوانات ومهما اختلف نوعها وحجمها وشكلها قد تقع في مشاكل لا تستطيع الخروج منها، وتجد نفسها أمام خطر الموت وفقدان حياتها، وبالتالي قد تطلب المساعدة من الإنسان الذي تخشاه وتبتعد عنه في العادة أو تهاجمه حتى. وفي هذا الصدد اخترنا لكم اليوم في هذا الفيديو أكثر المقاطع المؤثرة لأشخاص قاموا دون أي تردد بإنقاذ حيوانات في أمس الحجز للمساعدة، والتي ستؤثر عليكم وتذهلكم للغاية، فابقوا معنا لمشاهدتها يا أصدقاء. غرير العسل من المخلوقات التي لا يمكن أسرها ببساطة، ويمكنها الهروب من أي شيء، لكن لا يوجد أي شيء مضمون 100% في هذه الحياة. ولحسن حظ غرير العسل هذا، سمع بعض العاملين في المحمية صراخه ليقدموا له يد العون، بحيث قبل كل المساعدة التي قدمت، بل فهم بأن عليه التمسك بالبطانية كي يستطيع الرجال سحبه، والذين فرحوا للغاية بعد خروجه سالما من المأزق الذي وقع فيه. حيوان الكسلان هذا في أمس الحاجة للمساعدة بعدما وجد نفسه وسط المياه والتيار القوي الذي جعل العودة للبر أمرا صعبا، لكن هؤلاء الرجال على متن قارب الصيد الصغير قاموا بمد المجداف له ليجره على تلك الحالة حتى وصلوا به إلى بر النجاة. والآن مع دراج لاحظ قطة حديثة الولادة وسط الطريق السريع ليقوم على الفور بأخذها بين يديه برفق. الآن لدى هذه القطة أفضل الأشخاص على الإطلاق لتربيتها. أما هذا الرجل فقد سمع صوت طلب مساعدة قريب منه ليلمح ظبيا عالقا وسط الثلوج والطين المبتل البارد، ولم يستطع ترك الحيوان هناك ليقوم بمساعدته بكل بساطة مثل ما تشاهدون. أما هذا الرجل الذي كان يستمتع بتدخين السيجارة خاصته وذلك قرب البركة، لاحظ قيامة تمساح صغير بالتهام جرو وسحبه للمياه، وما قام به الرجل دون تردد هو القفز لإنقاذ الجرو على الفور. شاهدوا كيف قام بفكه من فم التمساح. ومجددا مع ظبي آخر يظهر بكل وضوح مدى رغبته في مساعدة من يصوره، وبالطبع قامت مجموعة دراجين هذه بالتخلي عن كل شيء وقاموا بكل ما في جهدهم لتقديم يد المساعدة. في بعض الأحيان قد يقوم من يمتلكون قلبا رحيما بإنقاذ أكثر الكائنات خطورة، مثل ما قام به هذا الشاب الذي أنقذ أفعى أناكوندا عالقة في شباك الصيد. ولصعوبة القيام بمهمة كهذه احتاج الشاب المساعدة من أصدقائه، وقد يكون هذا الفيديو خير دليل على مدى قوة الاتحاد. ومجددا مع كلب آخر قام ثعبان بايثون بالتهامه ثم سحبه نحو المياه، وذلك من أجل ضمان صيده بسرعة، لكن ولحسن حظ الكلب قام أحد الشباب الذي سمع صراخه بإنقاذه دون الاعتراف للخطر الذي قد يشكله ثعبان البايثون عليه، وحركته هذه كانت سبب تقدم بقية أصدقائه للمساعدة كذلك. رغم أن هذا الكلب فقد الوعي بسبب الحريق الذي وقع في المنزل، إلا أنه كان محظوظا كفاية بحيث لمحه أحد رجال الإطفاء وقام بإنقاذ حياته على الفور، وذلك من خلال مده بالأكسجين. صغار الذئب الأمريكي الثلاثة هؤلاء عرقوا في شباك مرمى أحد الملاعب المحلية، وبالكاد كان باستطاعتهم الهرب أو التحرك أو التنفس حتى. ولحسن الحظ وجدوا هذا الرجل الذي خلصهم قبل فوات الأوان. هذا الوشق الصغير علق في مسيده وأبدى سلوكا عدوانيا لأنه لم يعرف بأن الرجل الذي قدم إليه ينوي المساعدة فقط. ويمكن ملاحظة مدى صدمة الحيوان لدى تحريره، بحيث أنه تسمر في مكانه كما لو أنه فهم أخيرا ما كان يحدث.
هؤلاء الشباب في خطر محدق، لأن أسفل غطاء السيارة أفعى مامبا سوداء كبيرة. ولحسن الحظ أنهم مختصون في عملهم وتمكنوا من إنقاذ الثعبان ومالك السيارة في آن واحد. حاول هذا الكلب العبور للضفة الأخرى، لكن المياه كانت قوية وتسببت في سحبه من التيار. وحينها قام أحد الرجال هناك بما لم يقم به الكثيرون، وتمكن من إنقاذ الكلب بنجاح في النهاية. رغم محاولة هذه الزرافة الخروج من المسبح الذي عانقت فيه، إلا أنها في النهاية استسلمت لتترك أمورها بين يدي الناس الذين تجمعوا حولها لإنقاذها. وربما قد تكون هذه أكثر عمليات إنقاذ غير متوقعة سبق وشاهدتم إياها. أما هذا الرجل الذي توقف بعد أن ضرب طائرا خلال قيادته للسيارة، قرر مساعدته ولو احتاج الأمر تخريب جزء من السيارة. ولحسن الحظ لم يصب الطائر بأذى وحلق فور تحريره. هذا القرش الذي لفظه البحر للشاطئ تجمع حوله الكثير من الناس، لكن قلة فقط هم من فكروا في تقديم المساعدة، بحيث قام أحد الرجال بالجلوس على القرش لضمان عدم تحركه، ليقوم آخر بنزع سنارة صيد كبيرة من فمه ليقوم بعد ذلك بإعادته للبحر بكل بساطة. أما هذا الوشق الذي علق في مسيده، وجد نفسه بين أيدي رجل خبير قام بإنقاذه بسرعة واحترافية. وعلى ما يبدو في هذا المقطع مجددا أظهر الوشق امتنانه بعدما فهم ما حدث للتو. أما هذا الفهد فقد سقط في بئر جافة بعمق 8 أمتار، وبالطبع لن يستطيع الخروج منها لوحده، وبالتالي سيستنجد بأي كان لمساعدته وخصوصا البشر، بحيث أن هذا الرجل لم يخف نزل لإنقاذ الحيوان المفترس الذي لم يؤذه طبعا. لا نعلم كيف علق هذا القط هنا، لكن هو بعد الكثير من المواء قام بعض الناس بإنزال شبكة بلاستيكية له ليتفاعل مع الأمر ويقفز نحوها بكل بساطة. أما عملية الإنقاذ التالية كانت سببا لعودة سهير الحمار الوحشي لأمه بعدما تخلت عنه لعدم قدرته على إنقاذه في موقف مماثل. هذه الكلبة ومثل ما يبدو بوضوح من عينها كانت قد فقدت الأمل، لكن وفور رؤيتها لقدوم المساعدة توجهت نحو الرجل بشكل تلقائي وتغيرت ملامحها فورا. حاليا الكلبة في ملجأ للحيوانات تتلقى كل العناية والحب. أما هذا الجاغوار الصغير تم إنقاذه بعد تخديره من طرف رجل إطفاء لم يعتقد أبدا بأنه سيقوم بعملية إنقاذ مماثلة. فما رأيكم بخصوص عمليات الإنقاذ هذه يا أصدقاء؟ فمن يرحم من في الأرض يرحمه من في السماء. نراكم بالفيديو المقبل.